لو رجعنا معاك يا احمد للروايه، اتفضل. انت اكيد خدت وقت عشان تبحث وتدور ويعني مصادر معينه، ويعني روايتك تبقى يعني تستاهل ان هي تحصل على جائزه الدوله التشجيعيه اللي هنتكلم عليها. خدت منك وقت قد ايه الروايه في التحضير؟ وكتبتها في قد ايه؟ الروايه اصل فيها اكتر من جزء، فيها جزء السيره نفسها الهلاليه، فيها جزء الخاص اللي هو القصه الموازيه اللي مش متضفره مع السيره الهلاليه. فنقول السيره الهلاليه نفسها خدت مني وقت طويل جدا، اولا في جمع في البحث عن الماتيريال بتاعها، ثم تنقيته، ثم اعاده انتاجه بشكل روائي. وكان هو عمل شبه مكتمل وانا تعقدت عليه فعلا، ورحت فعلا ان انا هطبعه خلاص باعتباره انه السيره الهلاليه بس. خلاص. ثم بعدين حد صديقي من الناس اللي بتقرا، الناس كانت معجبه جدا وبتاع وكلام، بس في الاخر في حد لفت انتباهي لحته صغيره جدا، قال لي السينما هي موجوده كتير. صحيح القصه اللي انا اشتغلت عليها جديده ومختلفه، والشاعر اللي ما حدش اشتغل عليه قبل كده لكن هي في الاخر موجوده واتعملت مسلسل، فانت ايه الجديد؟ فده خلق عندي تحدي اخر، ان ازاي اخلي السيره دي مرتبطه بسيره اخرى هي سيره قريتي وسيره انا الشخصيه في الروايه. وقريتي عندها نفس عندها نفس مفردات الاغتراب والغربه والميل، هم قبائل عربيه جايه. قريه ايه؟ قريه اسمها ابو دياب شرق في دشنة في قنا. وهي قريه فيها تركيبه قبليه، فيها هواره وفيها العرب وفيها الفلاحين وفيها الحلب وفيها تركيبه تشكيله كده العبيد، وفيها طبعا لما كل ما بتكتر القبليه بيحصل فيه تمسك بالعادات والتقاليد القبليه الخاصه بيها، وبيحافظ على التراث وبيديله نفس اطول، وطبعا ليه مساوئ اخرى لكن في المنطقه دي ادبيا ليها ايجابيات طبعا.